معنا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. خالد، يعني بعد فترة طويلة من الجمود ربما في المقترحات، النقاشات، أيضا المبادرات، اليوم نرى مبادرة جديدة من يعني السيد عبد الفتاح البرهان. كيف قرأت توقيتها؟ كيف تستجيب لها أيضا القيادات والقوى السياسية إلى الآن؟ نعم ماجد، طبعا الأزمة السودانية دخلت شهرها السادس وسط يعني تصعيد مستمر في الشارع، أشار له الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالأمس، كما أشار أيضا إلى الانهيار الاقتصادي، التراجع في الاقتصاد، وكذلك الانفراط الأمني اللذين تشهدهما البلاد منذ فترة. هذا طبعا مع ما هو آت في الأفق من أن كل المساعدات الغربية وكذلك الوعود بإعفاء الديون في يونيو ربما يفقد السودان كل هذه الفرص، مع مخاطر طبعا وتحذيرات من قبل العديد من المحللين والخبراء الأمنيين والاستراتيجيين من إمكانية انزلاق البلاد إلى الفوضى. عموما ماجد، يعني البرهان يطلق هذه الرسائل التي يقول بعض السياسيون بشكل غير رسمي إنها يجب أن تقابل برسائل إيجابية أيضا، فيما ترى جهات أخرى حتى من ضمنها بعض مصادر لجان المقاومة أن يعني هذه الأقوال مرهونة بأفعال تقود فعلا إلى إجراءات بناء الثقة، وبالضرورة خروج الجيش في خاتمة المطاف وخروج المكون العسكري في خاتمة المطاف من معادلة السلطة بالكامل. ربما هذا يعني ما يكون إطار المناقشات والحوارات في مقبل الأيام، خاصة مع وجود مبادرة متفق عليها ربما إلى حد كبير، مبادرة أممية أفريقية تضم أيضا فيما تضم إيجاد الثلاثي، هذا يعمل بشكل متواصل من أجل إحداث اختراق. لكن الخطوة تبقى في نظر بعض المحللين ماجد أن إجراءات تهيئة المناخ لهذه الاختراقات، لهذا التفاوض الآتي، ربما هي إجراءات مهمة ومطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين من المدنيين والسياسيين الذين أشار إليهم البرهان بالأمس بأنهم هم على ذمة شبهات جنائية، وربما يطلق سراحهم في على أبعد تقدير بعد 4 أيام ربما. كذلك هناك إشارات واضحة من قبل البرهان لمراجعة حالة الطوارئ وربما التخفيف منها، هذا كله في سبيل تعبيد الطريق وتهيئة الأجواء نحو حوار سوداني سوداني حقيقي. نعم ماجد، أشكركم. الخرطوم مراسلنا خالد عويس.